استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية السيد اللواء الركن إبراهيم علي حيدان وزير داخلية الجمهورية اليمنية الذي يزور مصر على رأس وفد أمني رفيع المستوى، حيث أكد السيد محمود توفيق وزير الداخلية على أهمية الزيارة لتبادل الرؤى الأمنية بخاصة المتصلة منها بمكافحة الإرهاب إقليميا، كما رحب بتوسيع قاعدة استفادة الكوادر الأمنية اليمنية من الإمكانات الفنية والتدريبية الأمنية المصرية وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتقدمة التي تعقدها وزارة الداخلية في إطار التزام الوزارة بدعم أجهزة الأمن في الدول العربية. من جانبه أعرب الوزير اليمني عن تقديره للدعم المصري لاستقرار اليمن وتطلعه إلى مزيد من التعاون الأمني مع مصر بخاصة في مجال تدريب الكوادر الأمنية اليمنية داخل المنشآت التدريبية المصرية. الوزير اليمني قام بزيارة أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله قيادات الأكاديمية، حيث اطلع على منشآتها ومرافقها وكيانتها التدريبية والتعليمية المختلفة ودورها في إعداد الكوادر الأمنية محليا ودوليا. كما قام بزيارة المعهد القومي لتدريب القوات الخاصة وشاهد إمكاناته التدريبية المتنوعة وجانبا من البيانات العملية للمتدربين به على مهام متنوعة. كما قام بزيارة لقطاع الأمن العام، حيث شاهد محاكاة لمسارح الجريمة التي يتم التدريب فيها على كيفية كشف غموض الجرائم المتنوعة.